قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه. من ساعه ما كنت جيت اعدي في مكتب التنسيق قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وانا ايه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما واحد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي تعيش ونجاملك. طيب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبة سعيدة اهي، ولا دي مناسبة نايلة بنيل؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحة البيه. ما الزمش أي حاجة من البلد يا ابو الغطريفي بيه؟ متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك ليلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إنما الشربات ده على الريحة ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذروا يا سعادة البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجة، وجع لنا دماغنا. على فكرة يا جماعة أنا لازم أتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ أيوة وأنا على فكرة برضو باكل مسلوق والدكتور منبه عليا كده والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحة يا سعادة البنت. وفي هنا مطعم قريب أوي من الفيلا إنما رخيص أوي. عارفينه يا عمي. مع السلامة. على فكرة ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينضفوا لي البيت. حاضر يا سامح. مع السلامة. جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري. وانا تديش مني الجزمه اليتيمه دنيا بالحق قبل ما انسى. نعم ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا افديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا
اخويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كم منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب6 جنيه وربع وربع، يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. إيه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجة يا ابني. هقولها يا عم، لا اله الا الله. انا عندي فكرة انك زميل زينب في الشغل. في الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوب وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقة خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. أيوة يا ابني، بس لازم نتكلم شوية في الإجراءات. إجراءات إيه يا عمي؟ هو أنا هتعين في الحكومة؟ وأنت حكومة ولا إيه؟ لا يا ابني أنا قصدي الإجراءات، يعني الشبكة والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي. يعني أنا من إيدك لإيدك إيدك دي يا عم. قول لي أنت محوش كام؟ ليه؟ ليه إزاي؟ عشان تتجوز. شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك وانا اتبريت منها على حظي انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاج. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجي اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب برينا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه.
يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب عودي يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت، على السلامة. أهلا 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 يا سعادة البيت. أهلا أهلا يا سعادة البيت، ده إيه النور ده كله يا سعادة البيت؟ أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا. هتستغلوني ولا إيه؟ ورايا ورايا في كل حتة، وإحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وإيه اللي أنتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل إيه أنا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. هزرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارغم، ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشم. معاك حق، فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة. وأرجو أن تكون بخير وبعد. أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بنا كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي.